السلام عليكم، يلا حيهم. بيكون معنا ان شاء الله قصة قصيرة جدا، فحبيت يعني طريقة التصوير تكون بهالطريقة بحيث اني ما اطلع وجهي، لاني اعتقد ان هالمنظر اللي تشوفونه امامكم اجمل من وجهي بمراحل كثيرة. عشان كذا حبيت التصوير بهذه الطريقة. سلمكم الله، هذا ملك خلاص حس انه بيودع. الرجال مريض وتعبان، خلاص حس انه يعني في نهاية عمره، يعني جاه الموت. استدعى قائد جيوشه، قال له تعال انا بوصيك ثلاث وصايا. قال له سم تفضل انا اسمعك، قل وش عندك. قال وصية الاولى، ما حد يحمل نعشي عند الدفن الا اطبائي فقط. تسمع ولا لا؟ فقط هم الاطباء اللي يشيلون النعش. قال له ابشر ان شاء الله باذن الله. وش الوصية الثانية؟ قال له الوصية الثانية انكم تنثرون في طريقي من مكان موتي حتى المقبرة قطع الذهب والفضة واحجاري الكريمة التي جمعتها طيلة حياتي. قال له ابشر باذن الله. وش الوصية الثالثة؟ قال له الوصية الثالثة والاخيرة، واسمعني زين، اذا جيتم ترفعوني من النعش طلعوا ايدي برا الكفن، خلوها خارج الكفن. قال له باذن الله راح ننفذ جميع الوصايا. لكن وش المغزى من ذلك؟ وصاياك جدا غريبة، وش السالفة؟ رد عليه وقال أنا أبي أعطي العالم ثلاث دروس لم أفقهها إلا الآن. الأولى، أردت أن يعرف الناس أن الموت إذا حضر لم ينفع في رده حتى الأطباء اللي كنا نروح لهم إذا أصابنا مكروه، وأن الصحة والعمر نعمتان لا يمنحهما أحد من البشر. وأما الثانية، أن يعلم الناس أن أي وقت قضيناه في جمع المال ليس إلا هباء منثورا، وأننا لا نأخذ معنا حتى فتاة الذهب ولا أي شيء من حطام الدنيا. وأما الثالثة والأخيرة، فليعلم الناس أننا أتينا إلى هذه الدنيا فارغي الأيدي، وسنخرج منها فارغي الأيدي. أسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. قولوا أمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.